ألف لا إذ قالوا ليوسف
وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لتنبئنهم
ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما آتيناه حكما
وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت إن من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه كيدكن عظيم.
قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام رزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من إلا أسماء سميتموها أنتم
يأكلهن
الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدي مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم جهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا
حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلم ثم أذن مؤذن
شيخا كبيرا فقل
وقال يا أسفى على يوسف
حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما قالوا
الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تسري اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجاء أو تأتي
تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ الذين اتقوا، أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وتفصيل كل